ايه النهارده؟ حواوشي. انت عارفه احنا معودين الناس اللي بتاعت شارع النهار اللي بيتفرجوا علينا مره نعمل اكله رخيصه، مره حلويات ايوه شرقيه، بالظبط. مره اكلات غربيه، النهارده بقى قلنا اكله شعبيه، قلنا لها تحبي تختاري ايه؟ ملوخيه ولا حواوشي ولا كشري؟ قالت لنا لا انا هعمل حواوشي. بالظبط. يلا قولي لنا اوكي. بقى. انا اول حاجه هعمل الخلطه بتاعت الحواوشي قبل ما احطها على اللحمه. ماشي. هي طماطم ايوه وفلفل ايوه وبصل، ممكن فلفل حراق يعني اوبشنال، وهحط توابل، هحط بودره ثوم، 7 بهارات، وهحط قرفه، رشه قرفه، حلو قوي. ملح وفلفل طبعا بس. وهبتدي بقى ادهن العيش من جوه ومن بره قبل ما ادخله الفرن. ماشي. بس هبتدي بس الاول ان انا هضرب ده يعني هو موضوع الخضار سهل على فكره. جدا. انا كنت فاكره اصعب من كده. لا 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 خالص، انا حتى يعني هحط الفلفل الحراق اهو، انا بضرب كله مع بعضه. العيش بيبقى معين يا اسماء ويبقى نص سوا بلدي، ولا بلدي؟ عيش بلدي عادي كده يعني. بس انا شايف افتكاسات كتيره قوي بقت تحصل دلوقتي، بقيت حواوشي اما بروح مثلا مكان كده بلاقي حواوشي بالجبنه، حواوشي انا عملته بالبسطرمه، بالجبنه قبل كده، حواوشي بالسجق. هي نفس الحاجه بس يعني اللي بالجبنه ده، وترش الموتزاريلا قبل ما يخش الفرن، بس ده بيبقى تحفه ده اكيد. خطير. امال ايه الحواوشي اللي بالسجق ده؟ لا الحواوشي بالسجق ده مش يعني حاسه حلو يعني؟ هو غالبا السجق نفسه بس بيبقى مفروم وبيتعمل جوه اوكي. البتاع. طيب انا كده حطيت الفلفل والبصل والطماطم بس. حلو. انا التوابل بحب احطها على اللحمه على طول، يعني تبقى دايركتلي على اللحمه عشان اوكي تدي بس يعني فليفر احلى. تمام. وتحطيهم في الكبه. اه واساعدك. تمام تمام كده. يعني بس ناشفه شويه. تمام. انا هحاول، خدي بالك انا بس اي خلاص. خدمه. حلوه قوي كده. انت عارفه يا اسماء انا بحس ان هي وجبه كامله، لان فيها كربوهيدرات وفيها بالزبط. بروتين اللي هي طبعا اللحمه، وفيها خضار وفاكهه، فبحسها ان هي وجبه كامله. هي مش بتحتاج حتى حاجه تانية تتعمل معاها، يعني هضربها بس ضربه كمان عشان الخضار كله يبقى اساعد اساعد. ماشي. كنت فاكره ان انا عرفت لا ده انا شخصيا ما عرفت. ايوه الحمد لله. هضربها بس كمان تقريبا. تمام ماشي. طيب هتعملي بعد كده ايه؟ هاخد اللحمه بس اللحم. بعيده شويه. يبقى احنا معلش انا بعيد وازيد تاني. يبقى احنا عملنا ايه؟ جبنا الطماطم وجبنا البصل وجبنا الفلفل، ولو بنحبه حراق بيبقى فلفل حراق، وبنحطه في الكبه لحد ايه بقى؟ انا شفتك عملتيه كذا مره. انا بس ضربته تاني عشان هو دايما لما بيتضرب بيطلع فوق، فانا بس بتاكد ان هو عند السكينه. اوكي. عشان يتفرم كويس. حلو. بس انا هحط احط اللحمه هنا. ايوه بالظبط. وبعدين هحط عليها بقى ال تحطي عليها الخضار اللي انت لسه عاملاه. بالظبط كده. اتفضلي يا فندم. شكرا. طيب وقولي لي بقى ده يعمل كام رغيف عيش، او اللي انت بتعمليه ده يعمل قد ايه؟ هو ان اللي احنا هنعمله دلوقتي، احنا هنعمل مثلا، احنا انا مقسمه العيش اولا انصاص. أيوة. عشان برضو يستوي اسرع، لان الرغيف كامل ممكن يعني ياخد وقت شويه في الفرن. انت ايه اكتر اكله شعبيه بتحبيها يا اسماء؟ كشري بصراحه. كشري. ها وملوخيه طبعا. بس يعني انا لو بحس ان كشري البيت عمره ما بيطلع زي بره خالص. على هو ساعات بيبقى احلى بصراحه. انا بحبه اكتر من بتاع بره على فكره. بس ساعات بتحس كده ان انت يعني وحشك الكشري بتاع بره يعني. تحسي برضو ان في حته كده معينه. ايوه بالظبط. انت حطيتي ملح. ملح. واحط بقى الفلفل. ايوه. انت خلاص عايزه الكبه دي ولا اشيلها؟ لا انا تمام. تمام ماشي. قولي بقى للناس اللي انت بتعمليها. ملح فلفل. بعدين هحط دي 7 بهارات. ايوه. هي بيبقى ميكس كده موجود يعني في السوبر ماركت، هحط معلقه صغيره. ايوه. وهحط انا هجيب التوابل. طب ما تيجي هنا اسهل. هجيبها جنب. طب ما تيجي هنا اسهل. طيب ماشي. تعال كبه بس كانت واخده مكاني. لا خالص ماشي. وهحط بودره ثوم برده معلقه صغيره. وهحط رشه قرفه يعني حاجه بسيطه، بس القرفه بتديها طعم حلو. بس القرفه دي صعبه بيتهيألي، في ناس ما بتحبهاش. بس مش هتبان، بس مش هتدي هتدي طعم فليفر كده. او فليفر حلو. جديده فكره القرفه دي، انا اول مره اسمعها. ماشي. وهقلب. معلش بقى انا ايه، انا ساعدك في التقليب لو عايز. لا انا هلبس الجلوفز بقى عشان انا بحب تحبي ايديك تبقى في الموضوع. بالظبط. انا كمان بحس عشان يعني الخضار يخش شويه في اللحمه. فيبقى كله طعم كله بالظبط، طعم كله يبقى مظبوط يعني.
احنا ما عندناش توابل تانية. لا خلاص هي خلاص بقى. وفي ناس بقى بتاكلها مع الطحينه. انت جايبه لنا طحينه. انا هعمل طحينه النهارده. انا برضو انا بحب الاكل يبقى شويه برضو محبش يعني سبايسي وحاجات كده كتير. دي عندي زبده. أيوة. هحط بس عليها زيت عشان الزبده ما تتحرقش في الفرن. حلوة يعني قوي. لازم احط عليها ايه معلقه زيت كده عشان هدهن بيها العيش. ايوه انت جبتي ورق زبده دلوقتي. ده أوكي. ورق زبده واحطه جوه فويل عشان انا يعني هي الورق الزبده بس عشان ورق الفويل ما يبقاش دايركتلي على العيش. عشان لما بيبقى في الحراره بيتفاعل مع الاكل فمش مش صح يعني. بس هبتدي بقى ايه هو يوجوالي يعني بقسم كور عشان يبقوا قد بعض كلهم جوه العيش. بس يعني برضه بالتقريب كده ينفع. بس لو حد يعني حس ان هو بالتقريب مش هيعرف يظبطها ممكن يعملها كده. طب هسالك سؤال يا اسماء، ينفع نسويها على البوتاجاز ولا لا؟ ولا على البوتاجاز؟ في ناس بتعمله على البوتاجاز بس انا يعني اضمن بحب اعمله في علشان خاطر في الفرن علشان هو بيطلع نفس النتيجه ان هو بيبقى متحمص من فوق الوش واخد برده وش في نفس الوقت اللحمه استوت تماما. انا اللحمه دي اصلا كده جايباها فيها دسم شويه لان فيها دسم بتستوي اسرع. أوكي. من الدسم قليل فدي بتبقى للحواوشي يعني فتمام يعني دي هتبقى ما فيهاش مشكله. طب انا هعمل كده علشان خاطر الناس تشوفك بتعمل ايه. اجي طيب. هنا لا لا خالص. اوكي انا بس هحط الزبده والزيت الميكس ده المفروض احطه تحت يعني قبل اللحمه بس تمام. المفروض تحطيه تحت يعني في العيش اول ما يتفتح كده. انا هساعدك عشان برضو اقول للناس انت دلوقتي ده زبده وعليها ايه؟ زبده وعليها زيت يعني معلقه زيت بس. أوكي. بسيطه اهو كده البراش بس للعيش. طب شيلي نص الرغيف ده ساعديني انت بقى وبعد كده هقوم. أيوة. عامل كده قبل ما احط اللحمه. قبل ما تحطي اللحمه بالزبط. بس اللي يحب بقى يزود بقى يزود بقى براحته كل واحد على حسب بالظبط كده اهو. وهبتدي اخد الكوره بتاعتي بالظبط كده. ايوه وافردها جوه. انا ما بحبش الحاجه تبقى جوه الرغيف كتيره بزهق. بحب ان يعني هي وسط تبقى كويسه ولا قليله قوي ولا كتيره قوي. واحط فوقها اسماء ها وهنحط فوق العيش عشان ما يلزقش مش جوه تاني على اللحمه. لا خلاص لا خلاص كده كده اهو. ايوه وبعدين معلش انا عايزه اقفل ده بس. انت عايزه تورينا في واحد. طيب انا هوريكم واحد كده. ازاي انا بدهنه بس من كل السايدز عشان ما ده كده بقى يتحمص وفي نفس الوقت اللحمه جوه ولو حد عايزه يعني اكسترا يبقى يعني متحمص زياده يعني. ايوه ممكن يشيل بقى الفويل يعني يفتحه بس كده ويسيب حراره الفرن عادي. اوكي ما يفتحش من فوق ولا حاجه هو اصلا هياخد الحراره لوحده. وبعد كده انا جاهز. يا سلام. خليك كده جوه. وده ممكن يتشال كمان في الفريزر على فكره بعد ما يتسوى يتشال في الفريزر. لا كده زي ما هو. وبعد كده تقوم حاطه ممكن يتسوى برضو يتشال. بس اهو بس يعني بيبقى حلو عشان بيبقى حاجه متجهزه سهله يعني. ده لا خلاص خليه هنا بقى. اكله اوكي. طب وايه بيتقدم جنب بطاطس محمره؟ انا عامله النهارده بطاطس محمره وطحينه. بطاطس محمره وطحينه. خلاص خلاص مش مشكله. طيب احنا كده ورينا الناس واحد بالظبط. خلاص خلاص اهو اهو. وهنحطه في البتاع. وهنحطه قد ايه بقى في الفرن؟ هنحطه يعني من نص ساعه لساعه ربع حسب الفرن. هنحطه على 180 او 200. طيب بس لو ياخد لون اكتر يعني ممكن يتساف الفرن حبه كمان لما يتشال من عليه الفويل. انت كده خلصتي الخلطه بتاعه الحواوشي. الحواوشي خلص خلص. ودلوقتي هتعملي الطحينه بالظبط. طيب جهزي حاجتك عبال ما اقول للناس. احنا جبنا الطماطم وجبنا البصل وجبنا الفلفل وحطيناهم في الكبه. الناس اللي بتحب الحاجه الحراقه بنعملهم كلهم مع بعض في الكبه تماما. وبعد كده بنقوم جايبين اللحمه المفرومه والخضار اللي احنا عملناه بندخله كله مع بعضه في الجوانتي مع الفلفل مع الملح. وبعد كده بنقوم جايبين الزبده. الزبده كانت معاها ايه؟ زيت. الزبده كان معاها معلقتين زيت ونقوم رشينها على العيش بتاعنا قبل ما نحط اللحمه فيها. وبعد كده بيدخل الفرن من نص ساعه لساعه الا ربع. لو عايزين نحمصه اكتر نقوم فاتحين الفويل. برافو. ايه رايك؟ ايه ده؟ طيب انا الطحينه ضربه هنا فلفل حراق مع ثوم ماشي؟ دي خلطه كده يعني ممكن اصلا يعني تتحط على اي حاجه ثانيه عادي. حلو. بس هي بتبقى في الطحينه بتبقى لذيذه قوي. هحط بس ملح. انت حطيتي ايه الخلطه كانت ايه معلش تاني؟ ست فصوص ثوم. ست فصوص ثوم وقرن فلفل حراق. وقرن فلفل حراق بس كده. وهحط دلوقتي ملح عليها. ايوه كمون. ايوه كمون بقى يعني للطحينه وخل ماشي. ايوه ما تنسوش ان احنا في الخلطه اللي فاتت احنا كنا حاطين حبه قرفه واسماء قالت ان القرفه مش هتبان وقالت للناس اللي بيشتغلوا
قالت ان احنا ممكن نعملها ويتحط في الفريزر ونطلع نسويها عادي جدا ويبقى تمام. بالظبط كده. الخلطه بتاعتك دي هتحطيها على الطحينه. على الطحينه بقى. مش هتبقى مكلكعه الطحينه شويه؟ لا ما هي هنحط ميه بقى زي كاننا بنعمل طحينه عاديه. عاديه. بالظبط. اوكي. هتبقى وساعتها مش هيبان بيها فيها الكلكعه، بالعكس انا حاسه ان هي هتبقى حلوه جدا. هتبقى حلوه لانها ليها طعم، يعني انا ما بحبش الطحينه اللي هي بتبقى بس موجوده جنب الاكل كده عشان سايد، لا انا احبها اللي هو انا عايزه اكل الطحينه عادي لوحدها. بالعيش بقى ولا ما أي عنديش حاجة. مشكله بالظبط كده. انا بحبها جدا على فكره. وهي كده كده الحواوشي ما بيبقاش محتاج حاجه ثانيه معايا يعني. احنا خلصنا ده بالظبط، خلصنا العيش علشان يبان الطبق. اوكي بس وبعد كده هتحط عليها ميه سخنه. ميه اجيب لك بوله؟ ماشي. هو في هنا للطحينه، في هنا بس كده. طب خلاص ميه احطها على دي. خلاص هيتحط عليها ميه وخلاص حطيها بالظبط. هي بس تقيله شويه عشان محتاجه بس ميه، علشان محتاجه ميه. تمام خلاص يا اسماء، مش لازم تحطيها كلها يا اسماء، هاتي ده انت يعني يعني ماشيه بالايه. هتعجبك. ادوق؟ هتعجبك. ادوق ولا خلاص؟ دوق. لا طبعا. طب هو ده الشكل النهائي اهو، اهو ظهر قدامكم. انا طبعا الفقره المفضله، الفقره المفضله بالنسبه لي، هادوق بس ما تبصريش. خلاص اهو. والله العظيم تحفه بجد. اختمي 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 اختمي. طيب احنا هنختم.